بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في كل مكان. فيديو جديد، حلقه جديده هنتكلم فيها اكيد عن النادي الاهلي، هنرد فيها ضد الاكاذيب والشائعات. لكن في البدايه ما تنساش افضل حاجه بنبدا بيها فيديوهاتنا الصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفعنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والحاجه اللي هنتكلم فيها نادي الزمالك، حاسس ان الاعلام الزمالكاوي واداره الزمالك وجمهور الزمالك مكبرين الموضوع حبتين. يعني نادي الزمالك طريقه للوصول لنهائي الكونفدراليه، دايما بقول ان الكونفدراليه هي بطوله مراكز الشباب، حتى لو النادي الاهلي بيشارك فيها، والله حتى لو النادي الاهلي بيشارك فيها، الاهلي اسمه وقيمته ومكانته واكبر نادي في افريقيا، لكن باقي الفرق كلها مراكز شباب. كذلك الامر مع نادي الزمالك، يعني الناس اللي فرحانه ان الزمالك وصل النهائي ومحسسني ان الزمالك كان بيواجه معاناه وان الزمالك كان بيواجه ريال مدريد وبرشلونه، تعال اقول لك الفرق اللي لعبها الزمالك واللي اغلبها الزمالك لعبها رايح جاي في ارضه. يعني الزمالك ما طلعش بره غير في ماتش مركز شباب دريمز الغاني، يعني الزمالك لعب مع سوار الغيني وسجرادا الانجولي وبوسليم الليبي وارتا سولار الجيبوتي. عزيزي الاربع فرق دي اسماء فرق بتلعب في دورات رمضان. الاربع فرق اللي انا قلتهم لك دول ده مستويات فرق في دورات رمضان بتبقى اعلى من كده واحسن من كده واقوى من كده. فوصول الزمالك على حساب دريمز الغاني الغير مصنف ورقم 15 في بلده، انت بتتكلم عن ايه؟ انت بتهري في ايه؟ انت محسسني ليه ان الموضوع صعب؟ انت ليه محسسني ان الزمالك عمل هل لو انت قيمتك الناس دي اصدق، يعني انت لو شايف ان انت اخرك المستويات التعبانه دي وده مستواك وانت راضي بكده، فاللي انت عملته ده انجاز يصل لدرجه الاعجاز، اوكي جو اون. لكن بلاش يعني الضحك على الدقون. علي محمد علي امبارح قال تصريح، انا لسه لحد دلوقتي بضحك، انا مش قادر انام يا جماعه، حد يعني يديني اي حاجه. تصريح مضحك لاخر مد وابعد مد. راجل بيقول لك الزمالك يتاهل للنهائي من الباب الكبير. باب كبير مين يا عم؟ ده هي البطوله كلها اوضتين وصاله. باب كبير مين؟ انت ليه محسسني ان احنا قاعدين في قصر؟ يعني البطوله زي ما بقول لك المستويات كلها مراكز شباب. الزمالك صعد للنهائي من الباب الكبير ازاي؟ وضح لي. يعني لو الزمالك لو بيلعب في دوري زي دوري ابطال افريقيا، والله اخره حصلت مجموعه، والله اخره حصلت مجموعه. لكن باب كبير، انت ليه محسسني ان الزمالك وصل لنهائي دوري ابطال افريقيا؟ صفحه تانية اسمها المختلط، قمة التدليس. قال لك الزمالك مع الأهلي، جاب صورة للأهلي والزمالك مع بعض اللعيبة. قال لك الزمالك والأهلي في آخر 5 سنين، الزمالك هيلعب ثالث نهائي والأهلي هيلعب خامس نهائي. لا معلش، أنا ممكن ألعب لك 20 نهائي في اليوم لو بلعب في الشارع وبلعب مع الدورات رمضانية، أنا ممكن ألعب لك 20 نهائي في اليوم. فمش عايزين نخلط الأمور ونسوي الرز ببعض. ما ينفعش تساوي اخوك اللي بينجح في ابتدائيه باخوك اللي بينجح في كليه الطب. ما ينفعش تيجي النهارده تقول لي انا وصلت لنهائي الكونفدراليه فاساوي ده بالوصول لنهائي دوري ابطال افريقيا. بطوله الكونفدراليه دي ما هي الا بطوله طرديه للفرق اللي ما بتعرفش تكسب بطوله. فاكرين فيلم النوم في العسل؟ فاكرين فيلم النوم في العسل لما كان بيقول له، كانت مراته تقول له طب تعالى نلعب شويه، طب تعالى نضحك شويه، طب تعالى نلعب كوتشينه، طب تعالى نلعب بنك الحظ. هو نفس الحكايه، الفرق اللي ما بتعرفش في الدوريات او الكاس بتاعها ما بتعرفش تكسب بطوله بياخدوها يرادوها بيلعبوها كوتشينه او يلعبوها بنك الحظ في بطوله ويسموها في الاخر الكونفدراليه الافريقيه. فلا يختلط الزيت بالماء. ما تجيش تساوي بطوله زي دوري ابطال افريقيا والوصول الصعب للنهائي فيها، لان دول اللي بيعرفوا بجد، وتساويني ببطوله فرق كلها مستويات اقل من مراكز الشباب. الزملكاويه علمته من اكتر من مصدر لدى جماهير الزمالك، ناس الصفوه بتوع الزمالك،
ان هم هيعملوا فيلم، بيجهزوا فيلم تسجيلي لو فازوا بالكونفدرالية الأفريقية. انت بتقول ايه؟ اه والله عايزين يعملوا فيلم وثائقي كيف فاز الزمالك من رحم المعاناة تفوز بالبطولة. انا بجد عايز اعيط. ده احنا يا جماعة عندنا البطولة العاشرة ما خدتش ربع اهتمام الزمالك بالفوز على دريمز الغاني. يعني فرحتنا بالفوز على كايزر تشيفز في نهائي افريقيا، وهي بطولة وصلتنا كاس عالم وكسبتنا 4 مليون دولار بطولة، لكن لحد النهارده جمهور الاهلي ما مفرحش بيها اصلا. فايه ده احنا كسبنا كايزر تشيفز، طب يا جماعه مبروك يلا اللي بعده. ايه ده؟ فرقه بتكسب دوره رمضان، تخيل النهارده انت لما تكسب دوره رمضان انت تعمل فيلم تسجيلي ازاي فزت بدوره رمضان، وفيلم وثائقي عن كيفيه فوزك بدوره رمضان. عايز اقول حاجه مهمه جدا، النادي الاهلي ما ينفعش يفضل ساكت على اللي بيعمله الهجاص الاراجوز الكونغولي، ما ينفعش خلاص. اداره النادي الاهلي فيها حاجه اسمها الشؤون القانونيه، دول ناس بتكسب بتاخد مرتب عشرات الالاف، مش بيشتغلوا شغل ببلاش يعني، لا مش تطوعي، لا بياخدوا فلوس ومرتبات محترمه بجانب طبعا مكاتبهم ربنا يزيدهم. يعني انا هفضل ساكت لحد امتى على الهجاص الكونغولي المنغولي اللي كل يوم والتاني بيطلع يقلل من فوز النادي الاهلي، واللي طلع يصف فوز النادي الاهلي ان فوز خداع وكذب في كذب، وان التحكيم بيلعب دوره القذر في منح الاهلي البطولات، وان الاهلي بيجامل، وان الاهلي بيلعب بالتلات ورقات، وان كميه اهانات فظيعه في الحلقه بتاعه الهجاص مع المدلس الثاني الكاذب المخادع. فانا ما اعرفش لحد امتى اداره النادي الاهلي هتفضل ساكته. والراجل الهجاز ده ابن مين في مصر؟ ده ابن مين في مصر؟ ده لو ابن الحلواني نفسه ما كانش عمل كده، يعني اللي بنى مصر في الاصل كان حلواني. ده لو الفكهاني ما كانش عمل كده، ده لو اللي بيجيب الحلويات نفسها ما كانش عمل كده. ليه النادي الاهلي ساكت عليه؟ انا ما اعرفش، والله ما اعرف. انا ما اعرفش، يعني في اتنين في مصر الاهلي ساكت عليهم ومش قادرين ياخدوا ضدهم اي قرار. الاول كان راجل كبير في السن ومخرف وكان بيطلع يشتم النادي الاهلي، كان اسمه علي سين سين، كان بيطلع يشتم النادي الاهلي كده عيني عينك، الخطيب حرامي وانتوا ولاد كلب ولاد 60 كلب ولاد حراميه وكل فلوسكم حرام في حرام والخطيب ده حرامي والاهلي حراميه، كان بيطلع كده على الهوا. مش هقول لك بقى كتابه او بوست فيطلع يقول لك الصفحه كانت متاخده مني، لا ده على الهوا يا باشا، والاهلي حراميه وفلوس وكاله الاهرام دول شويه حراميه وحسن حمدي حرامي وما والاهلي ما خدش ضده اي اجراء، والاهلي ما خدش ضده اي اجراء وصولا لهذا الهجاس، والاهلي ما خدش ضده اي اجراء. فانت لما تلاقي حد طالع على الهوا يقول لك الخطيب حرامي والاهلي شويه حراميه ما تتفاجئش، لانك سبت الناس دي على هواها وسايب لهم الحبل على الجانب. لقطه مصطفى شلبي، الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان احنا اهلاويه، الحمد لله انك اهلاوي، بالرغم ان لقطه محمد عبد المنعم شهدت تاكيدات من الطبيب ومن اللاعب نفسه انه ما كانش بيعمل اي حاجه غير اخلاقيه او كده، الا ان في جماهير في النادي الاهلي طلبت ان محمد عبد المنعم يتعاقب. لكن الزمالك ومسؤول الزمالك عمالين يبرروا لمصطفى شلبي الفعلة بتاعه. عبد الواحد السيد مدير الكورة، وهنا شتان الفارق ما بين مدير كورة ومدير كورة، شتان الفارق ما بين مدير كورة ومدير كورة. مدير كورة بتاع نادي الزمالك طالع يبرر للاعب، قال لك احتفال اللاعب احتفال كان بيحتفل مع شيكابالا وباقي افراد الجهاز الفني في المدرجات. ماشي، يعني هم متعودين بيعملوا كده لبعض، انا عايز افهم الحركه دي انتم متعودين تعملوها لبعض، نفهم بس والله مش اكتر. لو انتم متعودين على كده واخد بالك والحركات الاباحيه دي تعملوها لبعض قدام الناس مش مشكله، دي حاجتكم انتم بقى براحتكم. ما اعرفش،
غير مقبولة على الإطلاق. عبد الواحد السيد ينفع تعمل كده لبنتك؟ ها ينفع تعمل كده لبنتك؟ ما ينفعش، لأن الحركة دي حركة غير أخلاقية. فما تطلعش تبرر وتقول كان بيعمل كده لأصحابه والجهاز الفني، يعملوا كده مع بعض في أوضة لوحدهم كده، يعملوا اللي هم عايزينه. أيمن عبد العزيز قال لك حركة مصطفى شلبي عادية ما فيهاش حاجة، كان بيخبط على صدره الولد، بالمناسبة إيده ما لمستش صدره أصلا. ماشي. كلنا بنعملها لما نسجل، وحتى لو يقصد حاجة دي نرفزت ملعب، لكن عبد المنعم كان قاصد حاجة. تخيل بقى واحد بالغل ده، تخيل واحد بالقلب الأسود ده كان بيشتغل مدرب منتخب مصر. هو ربنا ما كرمناش من شوية؟ يعني أنت فاكر انك 3 ماتشات في امم افريقيا ما تعرفش تكسب ولا ماتش؟ الحاجه دي مش من فراغ، لان في ناس في ناس في اوضه اللبس قلبها مليان سواد، قلبها الكره لما تكون مع واحد اهلاوي في منتخب مصر يقول لك يا رب رجله تتقطع، يا رب رجله ما يعرف يشوط بيها كوره. ده من الحقد يا باشا اللي حصل لمنتخب مصر، من الحقد يا باشا. واحد جايبينه لا يفقه اي شيء في اي شيء، والدليل انه قال ان كره القدم التكتيك بتاعها ما فيش غير 10% بس، والباقي جدعانه، والباقي جري الوحوش يجري، يا ابن ادم جري الوحوش غير رزقك لن تحوش. تخيل واحد زي ده كان بياخد له 70-90 ألف عشان خاطر اخو الباشا حازم امام، او صاحب الباشا حازم امام، او تبع الباشا حازم امام، ويطلع بعد ده كله يبان السواد اللي كان جواه، يبان السواد اللي كان جواه ناحيه النادي الاهلي والغل اللي كان ناحيه النادي الاهلي. انا ما بجيبش حاجه من عندي، ده هو نفسه طلع قال لك على الهوا، قال لك احنا كزملكاويه مضطهدين والنادي الاهلي بياخد كل حاجه ولاعيبه الاهلي بتاخد كل حاجه. قال لك عبد المنعم كان قاصد حاجه في احتفاله، لكن ابننا مصطفى شلبي لا ما كانش بيعمل حاجه، ما كانش بيعمل حاجه يا بيه. لا 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 لا، انتوا بصوا انتوا يعني شيلت خير في بعض، اعملوا اللي انتوا تعملوه في بعض، دي حاجه ترجع له. محمد الشيبي اللاعب المغربي واللي امتثل امام لجنه الانضباط، محمد الشيبي خلال اقل من 24 ساعه سيصدر قرارا في الشيبي، وما علمته ان القرار هيكون ايقاف، وما علمته ان القرار هيكون ايقاف بسبب لجوء اللاعب الى القضاء المدني في نزاع رياضي، في نزاع رياضي. لاعب ابتسم وقال اقواله وده حقه في التحقيقات. طب ليه لجنه الانضباط ما وقفتوش مباشره؟ لان مفيش ايقاف بدون تحقيق، لازم يمسل اللاعب للتحقيق وبعد كده يكون في ايقاف، وده اللي خلى اللاعب خلال الفتره اللي فاتت لا يمتثل الى التحقيق مره واثنين وثلاثه واربعه، لحد ما اترح له التهديد نفسه واتقال له نصا كده لو ما جيتش هتتوقف، فتعالى قدم اقوالك قبل ما يكون في اي عقوبه او ايقاف من لجنه الانضباط في الاتحاد المصري لكره القدم. بانتظار خلال 24 ساعه هيكون في قرار باذن الله بايقاف محمد الشيبي نظرا للجوءه للقضاء المدني في قضيه نزاع رياضي، ودي لوائح في الاتحاد الدولي. كل الاحترام والتقدير اكيد لقضاء مصر الشامخ النزيه، ولكن دي لوائح علينا احترامها، لائحه الاتحاد الدولي لكره القدم بالنسبه لي محمد الشيبي. جماهير الزمالك بحلم بيك، انا بحلم بيك جو في السوبر مستنيك. جماهير الزمالك دلوقتي يا جماعه بتحلم تكسب الكونفدراليه عشان يسموا السوبر الافريقي سوبر القرن الافريقي الحقيقي، زي ما عملوا في نهائي القرن، نهائي 27 نوفمبر 2020. جماهير الزمالك عايزين يلعبوا النادي الاهلي في السوبر عشان يطلقوا عليه لقب سوبر القرن الحقيقي. هم عندهم عقده اسمها القرن، فباذن الله زي ما اديناهم القرن في القضيه هنديهم القرن في السوبر، وباذنك يا رب يكون على رجلين امام عاشور عشان يبقى سوبر ما يتنسيش في تاريخ الزمالك ولا جماهير الزمالك. خلصت اخبارنا؟ ما خلصتش حكايتنا، هستنى كل اراكم وتعليقاتكم.